أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وقلنا لا إلا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.